ما سأقوله الآن هو للسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. الشرطة قايمة بجهد عظيم في تنظيم المرور الآن والكشف على المخدرات ومتابعة السائقين، ومش هنفضل كل ما نتكلم أو نلاقي سلبية نقول وإحنا عارفين الجهود اللي بتقوم بها الداخلية، لأننا عارفين ولأننا شايفين شرفاء كتير قوي، بس بيجي واحد يعمل مصيبة. أنا أشكو إلى السيد وزير الداخلية صوت سيدة عجوز واهن حكت لي اليوم الآتي. السيد وفيق الجندي ده رجل أعمال كبير في السن، في النصف منتصف السبعينات أو أزيد قليلا، رجل من أعضاء نادي الجزيرة، رجل محترم وشيك، ركب عربيته مع السائق بتاعه، كانوا في اسكندرية، في الإسكندرية عند كارفور بالظبط، لقوا حملة يوم الأربع الماضي، الأربعاء الماضي في السادسة مساء. الحملة وقفت، انزل انزل، راح نازل قال له انزل انت كمان، الراجل الكبير قال له حاضر، راح نازل، تعالوا جوه، راح واخدهم في اوضه، اوضه فيها اعداد ناس قاعده، عملوا تحليل للسائق مخدرات، طلع مش عنده حاجه، قال له انت اسمك ايه وريني بطاقتك، قال له ليه يا ابني خير، ده الضابط، قال له هنشوف انت جايز عندك سوابق ولا مسجل ولا عامل اي جريمه، قال له انا حاضر يا ابني اتفضل مش هتلاقي حاجه. خد البطاقه والوقت طال، والراجل تعبان، راجل كبير في السن داخل على 80، فقال للسواق بتاعه يا ابني اطلب اللواء فلان قول له ان انا هنا، هو نسيبه لواء وليه لواءات في الداخليه. فالضابط قال له وحياة امك لو كلمت حد لا انت ولا هو هتشوف الشارع، وقال للسواق لو سمعتك لو رفعت التليفون مش هتشوف الشارع تاني. الراجل اتجنن، راجل كبير ومحترم، قال له انت بتكلمني كده ليه، انت مش عارف انا مين، انت ليه بتهني، انا عملت حاجه؟ انا بقول لك راح زو واقع جلطه. الضابط ارتبك، يعمل ايه، يطلب الاسعاف؟ لا، شالوه هيلا بيلا ورموه في العربيه بتاعته، قال له السواق اطلع روح ودي في اي حته، انت عارف لولا انه تعبان ما كنا سبناه ابدا. السواق حسب يعمل ايه على ما كلم الحاجه، وانتقلوا وجابوا اسعاف وراحوا يلحقوا الراجل. الست وقفت للظابط قالت له انتوا ايه اللي عملتوه فيه؟ انت ليه بتعمل كده؟ والله ما هسيب حقي، والله ما هسيب حقه. على ما راحوا المستشفى جاله شلل نصفي، جلطه في المخ. وفي الجندي في مستشفى الان عنده شلل نصفي علشان واحد ظابط ما كانش عنده قلب ولا انسانيه ولا اسلوب في التعامل. في مليون ضابط كويسين بس في ضابط وحش.